تمرين القدمين يستهدف الأفخاذ الداخلية والأرداف. الطريقة: وافتح القدمين، افتح القدمين وأصابع القدم الخارج ونزول. واحد، اثنين، فتح القدمين، ثلاثة، نزول خفيف، مساعدة العصا، أربعة، حلو، خمسة، بتكون ضغط جهة الأفخاذ الخارجية الداخلية والأرداف، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تستهدف عضلات الفخذين وعضلات الساقين، وأنا واقف، واحد، للخلف، ارجع، اثنين، ارجع، ثلاثة، ارجع، بستخدم مساعدة العصا، أربعة، ارجع، خمس، المس الركبة الأرض، ست، ارجع، سبع، ارجع، ثمانية، ارجع، تسعة، شوي شوي ببطء، سوي التمرين بطيء، عشرة، حلوين حلوين، ريح ريح، نكرر التمرين مرة ثانية، هدف نستهدف عضلات الأرداف وأنا ماسك العصا، واحد، اثنين، ثلاثة، ركبة ممدودة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أسفل الظهر، الركبة تكون ممدودة، نزول، واحد، يكون الضغط أسفل الظهر، اثنين، الركبة ممدودة، ثلاثة، اللي يعاني من آلام أسفل الظهر، هذا التمرين تقوية الظهر، أربعة، نزول، خمسة، ارفع برقبتك عشان تضغط على أسفل الظهر، ستة، سبعة، حلوين، ثمانية، تسعة، ضغط خفيف في الأخير، عشرة، حلوين، أسفل الظهر، بسم الله، زول، ركبة ممدودة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، اثنين للساقين باستخدام العصا، واحد، أقصى مدى، ثانيتين، ارجع، اثنين، شد، ارجع، ثلاثة، شوف رفع على أصابع القدم، ارجع، أربعة، ارجع، خمسة، ارجع، ستة، ارجع، في شد الآن بالساقين، سبعة، ارجع، ثمانية، ممتازين، تسعة، شد، عشرة،